يا رب تكون نالت عاجبكم تقسيمة بياتي المي بكار. بياتي المي بكار على كولا بوسلك. كولا بوسلك القفل بتاعها رصد الري كده، تقول بياتي المي بكار او كرد المي بكار او حجاز المي بكار. اوكي، طبعا الرسالة دي للسادة المبتدئين، لان دايما بيسألوني احنا عايزين نعرف انت من اي تقسيمة واي درجة صوتية بتقسمها من على الكولة، عايزين نعرف يعني ايه الدرجة. فبفضل الله بحكم شغلي لازم اقدم كل جديد وجديد، وعرف السادة المشاهدين ان انا بفضل الله بعرف ان الكولة دي رصد ري بياتي المي بكار، لان هم دايما بيسالوني احنا عايزين نعرف يعني ده كرد ولا ده بياتي ولا حجاز ولا نهواند ولا سيكا. فكل تقسيمه لازم اقول الدرجه الصوتيه بتاعتها. اوكي، يا رب تكون القت بنجاح تقسيمه بياتي المي بكار. بشكركم من البيت الفني لصناعه اله الناي وصناعه اله الكوله. تليفون داخل مصر طبعا موجود اهو. التليفون يعني ايميل على الهوت ميل صابر 144 هوت ميل، ايميل على الفيسبوك صابر الكولة بالعربي وصابر الكولة بالانجليش، وفي صابر في للناي والكولة، وفي دي كلها ايميلات على الفيسبوك. الناي والكولة ومن امهر العازفين الناي والكولة وصابر الكولة بالعربي وصابر الكولة بالانجليش. ايميل على الهوت ميل صابر 144 هوت ميل، يعني صابر 144 هوت ميل. يا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومة للسادة المبتدئين، وبشكر كل من يتفرج على الفيديو، بشكره من كل قلبي، والله اقسم بالله بحبكم من كل قلبي. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صابر كولا. شكراً.